مالك يا بنيامين؟ في ايه؟ انت ليه يا بنيامين كل لما بتسمع الاغنيه دي بالذات بتقعد تعيط؟ بصراحه يعني بصراحه ما بفهمش ولا كلمه منها. اغنيه انت عمري بتاعت ام كلثوم دي حلوه قوي. حلوه ايه؟ ده الواد ليشا بيغنيها احلى من ام كلثوم. يا لهوي عليك يا ليشا يا لهوي. تفتكر يا بنيامين المصريين هم اللي سرقوا اللحن مننا ولا احنا اللي سرقناه منهم؟ اكيد طبعا هم اللي سرقوا اللحن مننا، زي ما سرقوا الاهرامات وابو الهول. ايوه بس ابو الهول ده منحوت في الصخره اللي عندهم. يعني الاهرامات هم اللي نقلوها يا بنيامين؟ يا لهوي. احنا لازم ننقل وجهه نظرنا للعالم كله ونفهمهم ان الاثار دي بتاعتنا، والاهرامات الثلاثه بالتحديد، خشع وشفشع ومنخشع دول. عندك حق يا بنيامين، وجهة نظرنا بسيطة ومتواضعة، احنا عايزين ايه غير ان احنا نسيطر على العالم كله؟ فلتحيا اسرائيل، فلتحيا اسرائيل، فلتحيا اسرائيل، فلتحيا اسرائيل. الحق يا فندم. ايه في ايه يا بنيامين؟ ايه اللي حصل؟ الحق يا فندم، الحق الحق. في ايه؟ هدوا الجدار العازل والفلسطينيين دخلوا غزة. يا ريت. امال في ايه؟ حماس بطلت تضرب في مصر وبتضرب فينا احنا. يا ريت. طب انت ايه اللي حصل؟ كريم عبد العزيز في فيلم ولاد العم قتل شريف منير. يا لهوي. مش ممكن، مش معقول. انت مجنون. ازاي ده حصل؟ انت اتكلم. انت متأكد من الخبر ده يا بنيامين؟ ايوه يا بنيامين تلاتة. انا لسه شايف ده دلوقتي على قناة التوك توك. على قناة التوك توك؟ مدام على قناة التوك توك يبقى الخبر حقيقي. انت ازاي ده حصل؟ كل اللي انا اعرفه ان شريف منير اتلوق واتحرق في وشه. يعني بقى كارت محروق في وشه. بالظبط كده. أنا متضايق يا بنيامين اتنين، مش مصدق اللي بيحصل دوت. ده شريف منير ده كان من أكفأ رجالتنا وكان مدرب كويس جدا. يا ابني الإيه يا كريم؟ برضه فرق الطول هو اللي كسب. فرق الطول إيه بس؟ فرق الطول بس إيه يا بنيامين؟ خمسة. ما يحيى الفخراني طويل ومتختخ ومع ذلك انتحر في إعدام ميت. يا لهوي. يعني المشكلة في فرق الطول يا بنيامين؟ على أساس يعني؟ على اساس يعني اللي قدام يحيى الفخراني كان قصير، ما محمود عبد العزيز كان اطول من يحيى الفخراني. يعني المشكله في فرق الطول يا بنيامين خمسه؟ او فرق الاجر؟ لا. ممكن فرق الاجر يفرق يعني؟ الموضوع مش في كده، السر اكبر من كده بكتير. امال ايه يا بنيامين اتنين؟ ركز معايا يا بنيامين واحد. ايه؟ الممثل اللي كان قدام يحيى الفخراني كان اسمه محمود ايه؟ محمود عبد العزيز. والتاني اللي كان قدام شريف منير كان اسمه كريم مين؟ كريم عبد العزيز. والموبايل بتاعي لما اتسرق اتباع فين؟ في شارع عبد العزيز. يا ابني الايه؟ عبد العزيز. زيزو يا فندم هو الطلسم بتاعنا. ازاي ما خدتش انا بالي من حكاية عبد العزيز دي؟ لكن قول لي يا بنيامين اتنين، منى زكي اخبارها ايه بعد اللي حصل؟ رجالتنا قدروا يسيطروا على الموقف ولا لا؟ منى زكي رجعت مصر على اول طياره يا بنيامين خمسه. مين بقى اللي كان بيستنيها هناك؟ شخص لا يمكن حد يتوقعه. مين هو؟ احمد حلمي طبعا. يا لهوي. دي ضربه قاضيه لينا. ان احمد كان مستنيها؟ لا، ان الفيلم ينتهي النهايه ديه. احنا كده بعد ما شريف منير يتروق ما بقاش لينا عنين هناك. احنا لازم نرد عليهم ونبعت لهم الراجل المناسب. مين بس يا فندم؟ مش عارف مين الراجل المناسب، لكن وشرف اسرائيل حقك يا شريف يا منير، انت ويحيى الفخراني لا يرجع، والدفرتين دول ما يبقوش على راجل لا يرجع. فلتح يا اسرائيل، فلتح يا اسرائيل، فلتح يا اسرائيل، فلتح يا اسرائيل. الصوت البلدي ده؟ بقول هو في الرئيس المسدى. ايه ده؟ معقولة المساد مخترق بالحاجات البيئة دي؟ ايه ده واد يا عزرا؟ ياما انت فين ياما؟ يقدر في مكتب رئيس المساد. ياما انت فين؟ انا قلب عليك الدنيا. انت فين ياما؟ يا واد تعالى انا هانا ياما.
ياما الواد انا هنا يا واد ياما 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 انت واد ايه ياما انت فين ياما الواد انا هنا ياما سايبانه ماشيه ليه ياما فين رئيس المساب بتاعك يا واد اهو ياما ده لا ده ده لا ده يا واد ما كلهم شبه بعض اللي احنا زقلنا عربيته بالطوب ياما انتوا زقلتوا العربيه بالطوب وانت جيت بالعربيه لا انا جاي مواصلات قلتلك اغبى واحد فيهم ياما طب احترم نفسك ويلا اطلعوا بره انت وامك يلا بدل ما اعملها معاكم ايه ده ايه ده ايه ده هتعمل ايه معانا ما تمسكنيش ياما يا واد ما انا مش ماسكاك ما تمسكنيش ياما اهو ما تمسكيش ياما ما تمسكيش يا واد هدي اعصابك احنا جايين نحل نحل ولا يحل يخش يقول نحل في ايه يا عزرا انت جايب امك وجاي ليه امي مش مصدقه ان انتوا طردتوني من الموساد أيوة. فاكراني ان انا زوغت من على سور الموساد ونطيت عشان ان انا ما بقاش عضو في الموساد معاكم ايوه يا ست احنا طردناه وقرار الفصل طلع من زمان يلا ممكن افهم رفضتوا لي يا فخر البلاد ايوه يا امل الامه اديله يا ضباط الموساد يا متصيطين ما تريحوش يا امه الله ينور عليك يا امه الله ينور عليكي يعني بصي ينفع تشتغلي مع خالد يوسف في افلامه هو بيحب الحاجات البيئة دي بقول لك ايه يا ست هي كلمة ورد غطاها ابنك ما ينفعش يشتغل في الموساد ليه نايس ايه نايس ريك اسم الله علينا اسمه اه نايس مخ اه كبدة ومخ حلوة ويت جرى ايه وليا انت جاي عند حسن قطوشة ولا ايه بقول لك ايه يا وليا انت ابنك ماشي رغي رغي في كل حته يقول انه شغال في الموساد شغال في الموساد ومودينا في داهيه بسبب رغيه اه طبعا ولي الفخر ان انا شغال في الموساد ولي الفخر ان انا اسرائيلي وان لم اكن اسرائيليا لما وددت ان اكون اسرائيليا طب يا ناصح اللي بيشتغل في الموساد ما بيقولش انه شغال في الموساد ايه يا عم الاوفر ده يا عم ما بيقولش ايه اذا كان كل المخابرات المصريه عارفاكوا بالاسم باماره رأفت الهجان وجمعة الشوال وسلم لي على البتنجان وناديه الجندي وبير سابع دول مبهدلنا يا عم في ايه يا عزرا انت بتذلنا ولا ايه؟ ايه يا ست هانم الواد غاوي افلام مصري على طول جايب الحياه الحمراء مسلسلات من الاخر كده ابنك مش هينفع يشتغل معانا ليه يا عم مش هينفع اعتبرني امك يا عم ده قرار نهائي انت مش قد المسؤوليه بص بيخنفوا ازاي قال يعني كده مساعد يعني يلا يا ست انت خد ابنك واطلعوا بره احنا مش فاضيين احنا بنحضر لعمليه تجسس وتفتيت كبيره قوي ومش عايزين حد يعرف عنها اي حاجه لا هدفها ايه ولا مكانها فين مكانها فين في مصر ان شاء الله وهدفها ايه؟ الوطن العربي كله يا بنيامين خمسة انت بتقول لهم؟ انتوا استدركتوني وخليتوني اعترف؟ استدركناك ايه؟ انت مش عارف تقولها اساسا استدركتوني استدركتوني ومش عارفين ايه؟ طب يلا يلا خد امك واطلعوا بره احنا مش فاضيين يلا ايه يام؟ يعني خلاص؟ هرجع تاني ألم عربيات قدام الموساد ومش هشتغل ومش هبقى ماشي متفشخر ان انا شغال في الموساد ياما ما تخافش يا عزرا انا هستخدم اخر كارت عندي اللي هو ايه ياما هعمل لهم مشهد اغراء زي اللي بيحصل في كل افلام التجسس لا ياما هترقص لهم لازم يا عزرا لازم طب ارقص معاك ياما لا يا ضنايا ارقص معاك لا يا ضنايا مش هينفع لا سيب لي انا الطلعه دي انا لازم اعمل كده اسرائيل محتاجالك وانا بدعي لك ليل ونهار يا سلام فعلا الام تملي بتدعي له احسن من الام بتدي له الام تملي بتدعي له بتدعي له احسن من الام تعال تعال يا باشا اتفضل يا باشا ارقص مع ماما ياما ولدينا انت يا عم اللي بتخطف بس يا عمك فاي بتعيطي ليه دلوقتي ياما
ما انا يا ابني بشوفهم بيعملوا كده في كل افلام التجسس. ياما ده اللي عندهم دم بس هم اللي بيعملوا كده. ياما انت مالك ومال الناس اللي بيعيطوا دول؟ انا لغايه النهارده انا مش عارف مين ابويا. ياما يا ولد بس هايل هايل يا عزرة، امك بترقص احسن من محمد سعد. الله يخليك، انا اللي مدربها على الرقص ده كله على فكره. هايل هايل، امك حلوه قوي يا عزرة. الله يهيلك الله يهيلك. وخلاص اعتبري عزرة رجع البوفيه. والنبي ربنا يخليكوا يا بهوات، وما يغلبلكوش جاسوس ابدا يا رب، وتفتتوا العالم العربي كله فتفوته فتفوته زي علب التونه كده. يلا خلي بالك من نفسك يا واد. حاضر ياما. عيش ومعاش الاملاح. حاضر ياما. يا واد ياما. ها تشربوا ايه؟ انا عايز مانجا. وانا كاكاو. مانجا كاكاو شاي تانك حمص. يعني اربع شاي. ماشي يا حبيبتي يا اسرائيل يا اسرائيل، يا حبيبتي يا اسرائيل يا اسرائيل، يا حبيبتي يا اسرائيل. انا مش عارف يا بنيامين. يا اسرائيل. انا مش عارف يا بنيامين. يا حبيبتي. انا مش عارف يا بنيامين خمسه، انت ازاي ترجعه الموساد بالسهوله دي؟ ده لو ما رجعناهوش الموساد هيقف قدام مبنى الموساد ويزقلنا بالطوب. ده متخلف عقليا. ايوه صح، بس خلونا في المهم. النهارده بدايه اهم ثوره في ثورات الربيع العربي. انا سمعت ان هي لسه مظاهره، ما تحولتش لثوره يعني. عشان كده لازم يبقى لنا عيون في المظاهره دي. العيون دي كانت زمان، دلوقتي العيون بتطلع لنا لوحدها من على الفيسبوك والتويتر. ده احنا مش ناقص غير اننا نعرف الوان غياراتهم الداخليه. تصدق لسه بيكتبوا على المباني بتاعتهم ممنوع الاقتراب او التصوير؟ مع ان جوجل ايرث جايب كل حاجه عنهم. يا احلى اسم في الوجود يا اسرائيل، يا اسم مخلوق للخلول يا اسرائيل. هم اربع قهوه بتوعكم. هم احنا ما طلبناش قهوه. طب ما انا جبت لكم قهوه يا ابني. ما طلبناش قهوه. ما هي قهوه هي يا عم. يا ابني بنقول لك ما طلبناش قهوه. اكبر غلطه يا بنيامين انك رجعت الموسى تاني. يا عم نقطنا بسكاتك. ده عزرة ده جميل، ده اكتر واحد يعرف المصريين من افلامهم. انا بشوف كل الافلام حتى اللي لسه ما اتعرضتش. حلو قوي. طب تقدر تقول لي الوان غياراتهم الداخليه ايه؟ ده على حسب المنطقه. يعني مثلا لو انت في منطقه شيك تلاقي الشاب من دول مسقط البنطلون ومبين البوكسر، والبوكسر مكتوب عليه الحلوه دي من شبرا. دخلت على حي شعبي بيبقى لابس البنطلون من غير ال عشان اما يبقى خلاص يا عزرة. ايوه عشان مفيش حاجه. خلاص يا عزرة. يعني. ايوه يعني. بس يا عزرة اسكت يا عم عشان يبقى على طول. لو سمحت انت في مكان محترم. فين المكان المحترم؟ ده احنا في الموساد يا عم. طب خد الحاجات الغلط دي وهات لنا الحاجات الصح. يلا ماشي ماشي. حاضر حاضر حاضر. ما نقولش ايه اديتنا اسرائيل، قول هندي ايه لاسرائيل. احنا اهم حاجه بقى يا حبايب اسرائيل اسرائيل اسرائيل. احنا اهم يا حاجه يا احنا اهم حاجه نعرف المظاهرات دي في التحرير وبس ولا في حتت تانيه؟ الى الان في التحرير بس، قريب قوي هتبقى في كل مكان. قال ايه؟ الشعب المصري بيطالب بالتغيير. اهم حاجه ان ما يبالهمش كبير في مظاهراتهم دي. ما شربتش من لها اسرائيل، جربت تغني لها اسرائيل. اهم اربع سحلب بندق بره. احنا ما طلبناش سحلب. الله يخرب بيتك. لا يخرب بيت اهلك. ما هو سحلب هو يا عم. خلاص احنا طلبنا سحلب ونسينا، حقك علينا. الحق اسرائيل وقعت. علق لك. بقول لك ايه يا عزرة؟ هو انت ما رحتش مصر خالص قبل كده؟ لا ما رحتش، بس نفسي اروح بقى. اروح بقى على مصر واخطف منى زكي يا واركبها المركب اللي هو كانت كريم عبد العزيز وشريف منير لما كانوا في الفيلم. راح ايه شريف منير جابها على المركب، كان المركب لونه ازرق. واخد بالك؟ اقوم ركبها المركب واقوم عامل لها اللي هي العصابه اللي على عينيها، بس انا بقى عشان اتوههم ما اجيبش مركب ازرق، لا اجيب مركب اخضر وبعدين ادهنه ازرق. واخد بالك؟ واقوم فكك لها العصابه من على عينيها واقول لها دلوقتي انت بقيت في اسرائيل. ايه رايك؟ هايل يا عزرة، برافو عليك. الله يخليك. بس بقى ايه، في انتصار. عارف انتصار اللي هي الممثله؟ اللي هي انتصار اللي هي الممثله دي كانت هي اللي استقبلت بقى منى زكي اول ما جت عندنا هنا اسرائيل. لا احنا عايزين نغير انتصار. ليه؟ ما مش عارف يعني، مواعيدها وحشه قوي في التصوير يعني صراحه.
يعني يعني مثلا تبقى بتصور الساعه 10 الصبح تلاقيها جايه لك مثلا الساعه 4 وعادي يعني إيه وبتاخد وجبتين تفاصيل. انت اشتغلت معاها قبل كده؟ امال ايه 8 اجزاء يا عم امال ايه؟ طب هنجيب مين بدلها؟ نعم هنجيب مين بدل انتصار؟ هنجيب نشوى مصطفى عشان شبهك بالضفرتين دول. بس المشكله بقى ان هم بدل ما يبعتوا لنا كريم عبد العزيز يبعتوا لنا احمد السقا. اوبا انا احمد السقا بالذات بالنسبه لي مشكله. انا بس ما فيش مشكله يعني هو ايه شويه اكشن وحركات وبتاع انا هتصرف. لا ده عنده مصمم معارك. ما انا مصمم برضه انا هصمم على كده. لا ده بني ادم اسمه مصمم معارك. وانا مش بني ادم ما انا مصمم برضه انا هصمم واقوم ضربه. والله برافو عليك. امال ايه هايل يا عزرا. الله يخليك. حد فيكم بيفكر في اللي انا بفكر فيه؟ انا بفكر في حاجه جامده قوي. بنيامين ثلاثه انا بفكر في اللي انت بتفكر فيه يا لهوي. وانا مش عارف يا بنيامين اربعه وانت وبنيامين خمسه بتفكروا في ايه. يا بنيامينين انتوا انا مش فاكر اي حاجه خالص. انا عرفت انتوا بتفكروا ايه يا عدد بنيامين كتير. انت بتفكر في ها؟ ايه ساعه ما كنت ها؟ لا انا ما كنتش. ومين اللي كان شافك وانت ها؟ ما حدش شافني وانا ها. يعني كنت ها؟ لا ما كنتش ها. وانت كنت ها؟ انا عمري ما كنت ها. انت طول عمرك ها؟ لا لا انا عمري ها ابدا. وانت كنت ها؟ ما كنتش ها. لا كنت ها. ما كانش فيها خالص. كان فيها؟ لا ما احنا كنا في المصيف ساعتها. في ايه مصيف تبقى قاعد من غير ها؟ ما انا لازم اقعد طليق كده براحتي. في ايه وانت؟ يا لهوي ده انت ها نفسه. يا لهوي وانت كنت ها؟ انا كنت ها. يعني انت كنت ها؟ كنت ها. وفرحان انك ها؟ كل الناس عارفة ان انا ها. كل الناس عارفين انك ها؟ وهم لو يشوفوني يعملوا ها. يعني انت كنت ها؟ وما زلت ها؟ انت عارف هو انا لو مش ها هبقى رئيس الها ازاي يعني؟ ماشي يا عم. بص انا عايزك تاخد الها ده تغيره بالها اللي احنا طلبناه. يلا يلا بسرعه يا عزر. حاضر. ده حلمنا طول عمرنا اسرائيل تضمنا تضمنا تضمنا. واحد زي بنيامين ده الحلم معه مستحيل. واحد زي بنيامين واحد زي عزر ده لو نزلناه مصر لا يمكن حد يشك فيه ابدا. يا عم اذا كان هو في اسرائيل هنا ماشي يقول انا موساد انا موساد. امال لو راح مصر هيقول ايه؟ ما هو ده اللي يطمنك. هو في جاسوس بيقول على نفسه جاسوس. برافو يا بنيامين. وفي حاجه تاني اهم. كل الجواسيس اللي بعتناهم كانوا بيض وعينيهم ملونه وده اللي بيخليهم يتفقسوا. لكن عزرا الله اكبر عليه ده اللي هيعوض وكستنا. هايل يا بنيامين. وحتى لو اتفقس احنا لينا عيون هناك كتير هيقولوا انه مش معقول على جاسوس. هيقول على نفسه انه جاسوس. بالظبط كده يا عزرا. عزرا اسرائيل هي امي نيلها هو دمي شمسها في سماري شكلها في ملنحي حتى لون ينحي لون نيلك يا اسرائيل. هايل هايل. بس مش كل الاغاني اللي تنفع تتقال على اسرائيل يعني. يعني لون نيلك يا اسرائيل ازاي؟ ما طبعا مش اسرائيل من النيل للفرات. ايه ده؟ ده انت طلعت وطني قوي يا عزرا. وانت فاكرني وفد ولا ايه؟ عشان كده يا عزرا احنا هنبعتك هناك في مصر عشان تبقى الراجل بتاعنا هناك. يعني ايه؟ يعني احنا هنبعتك مصر تتجسس لنا هناك فاهم؟ اجسس لكم؟ يعني هروح مصر؟ ايوه. بس قبل ما تروح مصر لازم تتدرب شويه تدريبات قويه كده. ماشي جاهز على التدريبات. ابدأوا التدريبات. شايلك في قلبي وجايلك يا اسرائيل. صوتك بيعمل في قلبي بقى قليل. كلي بليله.
كلي معايا ها 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 كلي بليلة كلي معايا نعدي نيل ونفط نيل شايلك في قلبي يا إسرائيل شايلك في قلبي يا إسرائيل ها 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 اتقدم ها 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 اتقدم ها ها اتقدم اتقدم وسع بلدك وتمدن ها 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 شكرا 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 تفضلوا ألف شكرا ألف شكرا شكرا هايل يا عزرا برافو أنا دلوقتي جاهز أنزل مصر تعمل إيه يعني؟ جاهز أنزل مصر لا لا لسه في يا جاهز. سلام أنزل مصر بقى وأمشي على الكورنيش بتاع النيل وأكل ترمس شفت بقى أنت بتقول الكلام المصري غلط إيه؟ أنت بتقول ترمس وهي ترمس ترمس عشان كده إحنا جبنا لك مدرب للغة والإتيكيت مخصوص ماشي يا بنيامينة أيوة يا مستر بنيامين دخلي مدرب اللغة والإتيكيت مدرب اللغة والإتيكيت مستر بن شمال إيه ده يعني كلكم بن يمين وده بن شمال؟ مع أن أنتوا كلكم شمال يعني شالوم شالوم خا جود مورنينج أفتر نون بونجور صباح الفل يا رجالة إيش يا معلم فين الجاسوس اللي أنا هدربه؟ يا نهار أبيض ما عرفنيش مش بقول لك أنا أنزل مصر أكسر الدنيا عزرا عزرا ده اسم وبن شمال إيه كريم شانتيه يعني ولا إيه؟ برافو براعة استهلال تحفة براعة استهبال يعني إيه؟ خلاص خش في الموضوع على طول ما عندناش وقت يلا أوكي عزرا لازم تبقى عارف إن كل الكلام المصري اللي أنت عارفه قدم خلاص في كلام جديد نزل كلام جديد أنا عارف كل الكلمات من الأفلام أنا بشوف كل الأفلام قول لي يعني مثلا لو دكتور هيقولك صباح الخير هيقولها إزاي ولو ميكانيكي هيقولك صباح الخير هيقولها إزاي لو دكتور هيقولك ثم بيكوح شنل هيقولك صباح الخير تمام لو ميكانيكي صباح الخير ما هي هي ايوه ما اتعلم الدكتور لا انسى بقى الكلام دوت وركز في اللي انا اقوله لك في كلام جديد خالص نزل تمام لو انت في مصر وماشي وواحد جنبك قاعد بيرغي تقول له ايه عشان يسكت اقول له يا عم ده وشنا بطل رغي بقى ده كان زمان دلوقتي هتقول انزل من على وداني انزل من على وداني وهو ايه اللي طلعه على وداني وايه هيطلع على وداني ازاي اساسا يعني هي بتتقال كده انزل من عوداني انزل من عوداني بطل رغي انزل من عوداني بطل رغي انزل من عوداني ماشي تمام ماشي تاني حاجه لو انت ماشي في مصر وعايز تفك فلوس هتقول ايه هقول لو سمحت فك لي الفلوس دي بعد اذنك ده كان زمان دلوقتي هتقول قطع لي الحته دي يا برنس قطع لي الحته دي يا برنس يعني فك لي فلوس انزل من عوداني بطل رغي قطع لي الحته دي ماشي تمام 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 اهم حاجه لو نزلت اي منطقه عشوائيه وعايز تبقى بقى داخل وانت شبح كده وماشي شبح يعني اروح لهم بالليل صح شبح يعني صايع شبح يعني صايع يعني بيت الاشباح ده اللي هو بيت صيع ايوه ماشي شبح يعني صايع وانزل على عوداني فك لي خلاص ماشي لو دخلت بقى وقابلت اي واحد اي كلمه يقولها لك تضمها أضمها يعني إيه؟ يعني لو قال لك خد يا كابتن تقول له أكابتنه أكابتنه؟ لو قال لك تعالى نروح قول له روحه روحه فهمت؟ أفهمته أنا المدرب بتاعك أدربه في إيه يا عزرا؟ أعذره يا سيادة الرئيس أرقصه لا الفهم بزيادة يعني مش عارف أوديه فين تخيل معايا اللي انت دلوقتي نزلت في أي شارع في جمهورية مصر العربية لا حدد لي بالظبط في أنه شارع لأن جمهورية مصر العربية دي كبيرة جدا يعني مثلا في حدائق القبة ولا في إمبابة ولا في شبرا ولا في دقي ولا فين بالظبط في إمبابة إمبابة؟ إمبابة إمبابة امبابة فين في امبابة بالظبط عند البرنس ولا عند مين لا عند البرنس عند البرنس ده بيعمل كبده جملي كده وعليه طشه ملوخيه انا شفتهم في الافلام فكك بقى من الاكل والحاجات دي وركز معايا اركز معايا تخيل ان انت دلوقتي نزلت امبابة اجدع ناس اللي في امبابة وحشتني
عدد نجوم السماء. صلاة النبي صلاة النبي حمار وحلاوة عالسكين واكسر اوعى يا امو مستروا تحت الكرسي يا ابني والنبي معاك انا عندي ديمو ديمو على قديمو انا عندي ديمو ايه الواد ده ديمباب دي تتقطع وتتباع في سندوتشات عند البرنس على طول دي يا عزرا يا عزرا ركز معايا ركزوا دلوقتي وانت في مصر وعايز تاكل تاكل ازاي اكل ازاي كده عادي يعني ايه عايزك تاكل بشياكه شويه شوكه وسكينه وكده لا انا عايزك تروح لاعماق مصر تروح لعربيه فول عربيه فول فول بليله ان خلص الفول انا مش مسؤول والصلاه على النبي الصلاه على النبي عاوز واحد حار والنبي وانا واحد حلو والنبي ومع الفول لازم ترشي وكمان تاكل بيتنجان وكمان جرجير دجنان هتمسك الطبق كده اهو ومعاه طحينه زياده وتقطع العيش كده اهو وتاخد الفول بزياده وانت بتاكل خلي بالك من ايدك وكمان من كمك استنى يا عم انت مالك ومال امي ايه وخلي بالك من امك عشان جت رقصت لك شويه ولا ايه يا عزرا انا بقول كم طب ما تخليك في كمك انت مالك ومال امي يا عزرا ركز معايا بقى والنبي ماشي خلاص بس إيه انا دلوقتي وانا في مصر هقعد كل يوم اكل فول هاكل فول ما انا هزهق لا انا عايزك تطلع بقى على عربيه سمين سمين يعني واحد تخين واحد تخين ايه ده عربيه اللي ايه السمين اللي هي ايه السمين اللي هو بقى الفشه والكرشه والنشه والبشه والحاجات دي نشه وبشه وفرشه انا هاكل نشه وبشه وفرشه ايوه وتاكل كلايت كمان كلايت ايوه انا اكل حاجه اسمها كلايت ايوه يعني انا اكل كلوت وانت كلوت مثلا ولا ايه في حاجه اسمها كلايت بتتاكل ايوه في حاجه بتتاكل اسمها كده وكراوع كراوع كراوع ايوه لازم تاكلها ناكل كراوع ايوه خلاص ماشي نطلع على عربيه الكوارع كراوع يلا بينا هنطلع. يلا لا 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 اديني حته كرشه وفش لا لا اديني حته كرشه وفش لا لا نص ليمونه ما تبقاش حرشه لا 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 عاوز حته من الحلال لا لا عاوز حته من الحلال لا اصل انا عندي في رجلي دوالي لا 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 وانا حته من الكلاي لا لا انا حته من الكلاي لا لا اصل انا قلبي مولع شايل لا 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 هتمسك الكارع كده اهو كده اهو وتهبد الكارع كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده 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 يلا لا 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 اديني حته كرشه وفش لا لا اديني حته فشه وكرشه لا لا اديني لتة لمنتة لتة لا 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 اديني حتة من البتاع لا لا اديني حتة من البتوع لا لا اديني لك التلاتة لا 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 يا عزرا ده يا عزرا مش أي كلام بيتقال وخلاص أي كلام إيه امال ايه ما هو يعني فشه وكرشه وكلايت وفلايت يعني ايه يعني انت كده لازم تاكل كل الحاجات دي اكل اي حاجه اي حاجه تتحط قدامك في مصر لازم تاكلها عشان ما تتكشفش حتى لو كان فسيخ هتوصل للفسيخ هتوصل ماشي استحمل كل ده عشان اسرائيل انا كده خلصت مهمتي عزرا انا مش عايزك تنسى اسرائيل افتكر كل لحظه عشت فيها وانت صغير وانت بتلعب في اسرائيل انا بلعب في اسرائيل وانت طفل انا طفل مش فاهم يعني
افتكر. طفل بقى. ايوه. افتكر كل اللحظات الحلوه ديت. وعايزك تفتكر لما كنت بتروح تصيف وتطلع على بورتو تل ابيب وتحضر الحفلات وتغني. هتوحشني يا اسرى. سلام يا اسرى. اسلامه. باي باي. اباي بايو. يا لهوي. يا لهوي. ووه. برافو برافو يا عزرا، انت كده بقيت مية مية. طيب انا غب على مصر اقضي المصلحة واجي لكم على طول. طب في حاجات تانية مهمة جدا، الغنى والرقص المصري. وانا ايه اللي يخليني اغني وارقص يعني؟ افرض يعني رحت فرح شعبي هناك، هتغني تقول ايه؟ دقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا، جمع ولفق يلا واهل البيت تعالوا. انت قديم قوي يا عزرا، الاغاني دي خلصت، في حاجات جديدة، عشان كده احنا جبنا لك مدرب للرقص والغنى مخصوص. ماشي. يا بنيامينة. ايوه يا مستر بنيامين. دخلي مدرب الرقص والغنى. مدرب الرقص والغنى مستر بين البنين. صباح الفل على الناس الحلوه اللي موجوده، انا عايز الناس كلها تسقف ترفع ايديها اللي بيحب ربنا يسقف. اديني قلبك. خد يا قلبي. اديني قلبك. خد يا قلبي. اديني قلبك. خد يا قلبي. اديني قلبك يا عم. خد يا قلبي. يا قلبك يا قلبك يا قلبك. اديني قلبك. خد يا قلبي. اديني قلبك. ما تكرهنيش يا قلبي. اديني قلبك. خد يا قلبي. اديني قلبك. خد يا قلبي. تحية كبيرة للناس اللي موجودة دي. صباح الفل يا رجالة. صباح الفل. صباح الفل. عامل ايه؟ زي الفل. فين الجاسوس اللي هيتدرب بقى على الغنى والحاجات دي؟ أنا. أنت الجاسوس؟ مش باين عليا ولا إيه؟ طب ما تقول لي يا عم عشان نخش في الشغل على طول. أنا الجاسوس. خش على الشغل. اسمع بقى يابا، أول حاجة لازم تعرفها أديك في السقف اتمحر، أديك في الأرض اتفحر، أديك في الشرك انترك. مادام شتيمة بشتيمة بقى. يا فين الشتيمة دي يابا؟ في السقف محر ايه وفي الأرض حفر. انت ايه داخل تغني ولا داخل مقاولة يا عم؟ في ايه يابا؟ لا داخل مقاولة ولا نيل، انا بعلمك الأغاني المهرجانات اللي موجودة في مصر دلوقتي. دي أغاني؟ أيوة. أديك في مش عارف ايه تعمل ايه؟ يا راجل. والله. ده مين اللي بيغنيها دي؟ بيغنيها دلوقتي اوكا وارتيجا وفيفتي والمدفعجيه. مدفعجيه؟ ايوه. بيغنوا على الحدود يعني ولا ايه؟ بيغنوا مطرح ما يغنوا بقى يابا، ما تضايقنيش. يعني اسامي المطربين الحاجات دي؟ ايوه. امال عمرو دياب يبقى ايه؟ بلطجي يعني ولا ايه؟ احنا مالنا يابا؟ امال عمرو دياب. ماشي يا عم ماشي. يا بنعلمك حاجه للزمن. حاضر حضرتك. ركز معاه والنبي. انا اسف. حاضر. اول حاجه لازم تتعلمها مشية المغني الشعبي. مغني الشعبي ليه ماشي مخصوص؟ مال هتمشي كده عادي. ماشي ماشي. مركز ازاي؟ كتفك اليمين ده فوق، دلدل وشك شويه، طبق ملامح وشك، ايدك في توكه البنطلون، رجلك لتحت، امشي بقى يابا. يلا ماشي شويه. انا كده عايز اتعالج كده، غني في الإشارات بقى يابا. اتمرن على المشي يابا بدل الكلام على الفاضي والنبي، بدل ما تتكشف لما تيجي. يعني المطربين بيغنوا كده؟ مصريين كلهم بيمشوا كده دلوقتي. وانا اقول المصريين مالهم مالهم. ماشي ماشي زي الفل انت كده. ماشي. دي اول حاجة. ايوة فك بقى عادي، خليك عادي. مية مية. نخش بقى ايه؟ نخش بقى على المرحلة الجديدة. ايوة الغنى الشعبي. ماشي. تعرف اغنيه شعبي؟ امال ايه. طب مية مية قول لنا حاجه. لا بتاعت ما تبطل تمشي بحنيه، ما تبطل تمشي بحنيه، لا يكون في ازاز، لا يكون في ازاز، لا يكون في ازاز. نصيحه يعني. نصيحه. احنا مالنا يا ابو مان النصايح؟ انت نازل تنصح الناس؟ دي اغنيه اللي انت بتقولها دي بقى لها 140 سنه متقاله.
طب اقول ايه؟ ده في اغاني كتيره جديده نزلت مهرجانات. زي ايه يعني؟ اسمع مني انا بقى. ماشي. طب الياب معايا كويس يا وقصدت الباب وينازل قدام بيت الجيران واحده اللي ما بيحب اللي... انا عايز الناس كلها تسقف. استنى يا انا عايز الناس كلها تسقف. طب يا قصدت الباب وينازل قدام بيت الجيران قول معايا عمل على الارض وعلى الحيطان قصدت الباب وينازل قدام بيت الجيران. ايوه لقيت عمل على الارض وعلى الحيطان. الناس عايزه الناس بتعمل ايه الناس؟ استنى اتقلب الطبل انت. لا اهم حاجه في المغني الشعبي يصوت في وش الجمهور. اصوت في وش الجمهور دي اهم حاجه. اصوت ليه في وش الجمهور؟ هو كده المغني الشعبي في مصر لازم يصوت في الاغنيه. حاضر صوت. هلاوي خرابي عمتي. ايه ده مش بتقول لي صوت؟ صوت. طب بتصوت في عزا؟ صوت في غنى. صوت في الاغنيه. حاضر. طب بيقول له يا ابني والنبي. ها هلاوي. ايوه يا خرابي. ايوه ايوه هلاوي. يا سلام مية خلاص يلا خلاص يا ده انت مية مية. الله يخليك والله. الله اكبر عليك ما شاء الله عليك يا عم والله. الله اكبر. الله اكبر ما شاء الله. هو انا في الموساد ولا حسين؟ الله اكبر ما شاء الله. انا بقول لك على الجمل اللي تقولها في اي فرح ناجح لو انت ربنا كرمك والناس بتزيط معاك قول الله اكبر ما شاء الله عشان ما تتكشفش. استغفر الله العظيم. زي الفل. نخش بقى على اخر مرحله. ايه بقى؟ مرحله الرقص الشعبي. ده غير الغنى الشعبي. عرفت الغنى وعرفت المشي. تمام. الرقص الشعبي ده بقى حكايه. ازاي بقى؟ لازم تعرفه كويس. والراقص ده بقى برضه بيمشي زي المطرب؟ ما اللي هتمشي دي مشيه المطرب. اه. الراقص بقى ليه مشيه لوحده. ازاي؟ ركز معايا بقى. ماشي. ايدك دي كده. رجلك كده. يلا يابا بقى امشي يابا معايا بقى بعدين بقى يابا. يلا يا ابو والنبي اعمل زي ما انا ما بعمل ما تتعبنيش والنبي يا ابو. اهو يا عم اهو. رفرف كويس والنبي يا ابو عشان ربنا يكرمك. رفرف كويس. ايوه رفرف ايه وهنا اطير يا عم؟ رفرف ايه؟ ما فيهاش طيران دي ولا حاجه. هما بيمشوا كده. يمشوا كده؟ ايوه. والتاني كده؟ ايوه. ودي كده. تمام؟ ماشي. 100 100 يا عم. دي مصر دي صعبه قوي يا عم. النبي يا ابو ركز. نخش بقى في مرحله الرقص الشعبي. الرقص الشعبي. عرفت المشي؟ اه. نخش على الرقص. خش على الرقص. جاهز معايا؟ جاهز. استناني ولا طب يا ايوه ايوه ولعها شعللها اديني سمعني الله اديني رقصني ولعها شعللها. طيب لا لا بالطب يا انت ما بتعملش زي ليه؟ انا هتشقلب لوحدي. معاك اهو معاك اهو. اعمل زي ما انا بعمل. طب يا سلالة سلالة ترى خد يا عم راح فين؟ انا مش عايز اروح مصر. طب خلينا اتجنن عليك وعهد الله. ودوني اي حاجه تبعكم. تودونيش مصر. ودوني تركيا. انت فاكر مصر دي نزولها بالسايل؟ حاضر. انت لو ما فيش حاجه من اللي انا قلت لك دي عملتها تتكشف. حاضر. يعني اول ما اخش الفرح. حاضر. ايوه. تمام. ايوه. ما شاء الله. الحمد لله. ماشي. استغفر الله. وتحفظ الاغنيه دي بقى. حاضر. معايا يا عبسلام. ركز. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. ركز كويس والنبي. طبعا يا بابا يا الشعب
يريد اسقاط النظام. ارحل 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 يعني امشي ايه ياللي ما بتفهمش ايه ارحل بقى وفجها يا عم خلي عندك حب الدم يا جماعه. ايه يا جماعه نسخن شويه مع بعض، انا صوتي راح من الهتاف وانتم بتهزروا. يا نعمل ثوره صاحيه ننخيها، احنا بنعمل ثوره ولا عيد ميلاد؟ حسوا الكلام اللي بتقولوه. يلا الشعب يريد كوبايه شاي في الايد. الله الشعب يريد كوبايه شاي في الايد. تليمه سحريه كوبايه شاي مغليه. الله تليمه سحريه كوبايه شاي مغليه. هو يغني ايوه مش هنغني. هو يغني مش هنغني. بس 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 يا جماعه كفايه قوي كده الهتاف. حد معاه وايبس؟ ها وايبس يعني ايه وايبس؟ مناديل مبلله. البت دي جاسوسه مرشده. اهو انت اللي مرشد. ما بلاش السيره دي. هو كفايه قوي الهتاف كده، احنا بقالنا ساعه ونص. ساعه ونص؟ أنا شفت الفيلم ده اللي هو بتاع كريمة مختار ساعة ما دخلت في الأب. ساعة ونص إيه بس يا عم؟ الفيلم إيه؟ إحنا بنتكلم إن إحنا قعدنا ساعة ونص نهتف ضد الرئيس. طب ما تهتفوا كمان شوية وأنا أصوركوا عشان أبعت بقى للموساد بقى. لا يا عم لا يا عم، أنا جعان قوي يا جدعان، أنا جعان. لو كنت جعان تعالى كل من فول الميدان، مش عايز حد يقول عليك فلول، تعالى وخد من عندنا فول. الله عليك. ايه محدش هينفعني؟ انفعه. ليه الكلام ده طيب؟ اطيبه. انا ماشي عشان امشيه. يا جدعان يا جدعان انا جوعت، ما تيجوا نشار ونجيب اكل. انا هشار بخمسات وانا بعشرات وانا هشار بعشرينايه وانا هاكل اللي اتبقى منكم. وانا هشار بميايه. ايه ده ميايه؟ شكلها ايه دي؟ ميايه. عم استنى يا عم، انت هتقلب الراجل ولا ايه؟ اسمك ايه يا باشا؟ اسم عز را. ايه؟ عز. ايوه. ايه؟ عز. عز. والنعمة انت احسن من احمد عز. ربنا يخليك عسل. تسلم. انا شاير بمياه. بص بص يعني مش بالمياه كلها. بص يا برنس خد قطعه لي دي. حرام عليك، دي شكلها لسه جايه من البنك بشوكه. لا قطعها قطعها. حرام قطعها. خلاص براحتك. ايه ده؟ والله والله ده مال ايتام. ايه يا عم اللي انت عملته ده يا عم؟ يا عم حرام عليك، دي فلوس ياهو. عم ده يوديني في داهية يا عم، يخرب والنبي سجل الحكاية دي، والنبي والنبي سجل الحكاية دي، مش هيصدقوني. معلش والنبي سجل البتاعة دي. قول يا بنيامين. يا بنيامين أنا اللي قطعت الفلوس. أنا اللي قطعت الفلوس. وبلغ بنيامين أربعة وبنيامين ثلاثة. بلغ بنيامين أربعة وبنيامين ثلاثة إن العهدة يعني مظبوطة زي ما هي، بس هي المية دي اتقطعت. العهدة مظبوطة بس المية دي اتقطعت. شكرين قوي يا كابتن. ألف شكر يا عمنا. مش أنت اللي قلت قطعها؟ قطعها يعني فكها. أنت إيه يا عم جاي جديد مصر ولا إيه؟ إيه ده؟ انت اللي من الاقاليم ولا ايه يا عمنا؟ قطعها يعني فكها، يعني فكها بعد اذنك بس. اه يعني بقول لك فكلي فلوس يعني فكها. لا خرب بيتك يا بن شمال، لا خرب بيتك، المساد دول هيودونا في داهيه. الله خرب بيتك. والله المساد دول هيودوا العالم كله في داهيه. انا مالي ومال العالم كله يا عم؟ انا ليا في 100 جنيه بتاعتي دي يا عم، ده احسبوها عليا ب 1000 جنيه. معلش معلش ما تزعلش. قولي بس انت هتضرب ايه دلوقتي؟ انا هضرب الداخليه. لا ايوه لا 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 تضرب ايه يعني؟ هتاكل ايه؟ هضرب ايه يعني هاكل ايه؟ معلم هنيش ابن اللذين. هاكل كلايد. ايه ده ايه ده يعني ايه؟ كلايد. بس ده اللي هو من عند التعسفين. كلايد كلايد. ايه مفيش كلايد؟ كل واحد ياخد كلوطه. كلوطه ايه؟ بس كلوطه. لا عيب. مش كلوطه؟ لا مفيش. في بنات واقفه عيب كلوطه ايه؟ دي عيب؟ عيب جدا. انت في الحمام؟ والله عيب. قليلي ولا ما هو يا عم؟ ايه ده؟ واحد بيقول كلايت. ايوه الكلايت. كلايت اهو بيقول ده. يا عم احمد بتاع الجرايد، بس هو والدك في السين فبقول كلايت كلايت كلايت. تاخد كوموليه؟ طب اكل كوموليه. والله جمهوريه. ما تتاكلش الجمهوريه، ده بيقول الجمهوريه. جمهوريه.
خالتي بتسلم عليك. انت خالتك تعرفني من ايه؟ وانت مش عارفني ولا ايه؟ ده مين؟ افتكر بتاع القلاي رئيس ال مش فاكرني ولا ايه؟ ليه؟ طب كده تفتكرني بص كده؟ اه نشوى مصطفى. اه بتاع الهام. بتاع المساك. ايوه بتاع المساك. بس وطي صوتك انت عايز تتفضح ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ال 100 جنيه اللي اتقطعت ديت هتتخصم منك 1000 جنيه. يا عم والله ما هم اللي قطعوهم، هو بن شمال اللي علمني غلط. انسى الموضوع ده خالص بقى، انا عايزك تركز في اللي جاي وتشتغل وانت مطمن وتعرف ان احنا جنبك. ماشي. انا جنبك هنا في الكواليس. ماشي. سلام. مع السلامة. مع السلامة. هو حد ياخد باله منك ويعرف انك جاسوس ولا حاجة؟ ما تسيحش ما تسيحش. يا عز. يا عز قول لي انت هتاكل ايه؟ هاكل زي ما هتاكله بقى خلاص. ماشي. خد قطع لي دي. ما تركز يا عم. فكلي دي. طيب انتوا هتاكلوا ايه؟ كشري؟ كشري. حلو كشري. هتاكلوا كشري؟ اه. احط لك عليه كلايط؟ المصريين دول دمهم خفيف جدا. عم حمدي احنا هناكل كشري. هناكل كشري عم حمدي، اجيب لك ايه؟ هات لي واحد ميكس جريل كلايد بره. شكرا صوت امي رايح. حمدي هات شاي هنا العز دي وتعالى بسرعه يا حمدي. الشاي والسكر كوبايه واحده. لا شكرا يا استاذ حمدي. شكرا لا مش عايز. الف شكر. مع الف سلام. خليك في صوتك. مع الف سلام. اقعد معانا يا عز، احنا هنعمل حفله سمر دلوقتي. سمر؟ اه. طب يعني هتغنوا وترقصوا كده؟ اه جدا طبعا. ماشي. اه انا ممكن اغني معاك؟ ايه ده؟ يا ريت. اه ماشي هسمعكم حاجه حديثه بقى. ماشي. غير القديم ده خالص. ايه ده؟ استنى بس استنى. اه ماشي. يا عبسلام امي. بابا يا بابا يا بابا. اديني. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. رفرفه رفرفه. رفرفه ايه؟ بابا يا بابا سلام. اوبا بابا. استنى انت طلعت حلو اهو. سؤال بس، هو انت ليه عملت كده وقت تعمل كده؟ مش المطرب الشعبي لازم يبقى عامل كده؟ لا خالص، ده دول اللي ملسومين على علب السجاير. الله يخرب بيتك يا ابن شمال. الله يخرب بيتك كله. ده التاني بين البنين. الله يخرب بيتك. ماشي ماشي. انت بتعرف تقول حاجه غير الغنى؟ اقول لكم شعر. قول. طب عايزين شعر عاطفي ولا رومانسي ولا شعر بوليسي؟ ايه ده، هو في شعر بوليسي؟ امال ايه؟ طب سمعني حاجه بوليسي. يعني مثلا الضابط وامين الشرطه والعسكري الثلاثه بوليس. الله. ممكن حد يفتكر كلامي دون تهجيس. الله. لكن احنا مش هنسيب الميدان حتى لو بقينا بلابيس. ايوه جدع. ايوه ابوس ايدك خدني معاك اشتغل لبيس. يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جرأتك. معايا مصاب. ايه ده؟ مصاب. لا حول ولا قوة الا بالله. معانا مصاب، معانا مصاب، معانا مصاب، معانا مصاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الافوره دي؟ لا خلاص دول الاتنين مطاطي. ده حتى بيزغزغ قوي. اه والله. ايه ده؟ في تصوير؟ لا استنى بقى. اه استنى بقى واحده كمان كده. اه بس انجزني عشان عندي دخلة مصاب تانيه في محمد محمود بسرعه. ماشي. يعني اكيد طبعا الداخليه هم اللي عملوا فيك كده وضربوك بالرصاص الحي في عينيه. اه يا عم مضروب بالرصاص الحي في عينيه. ده مضروب بين رجليه. مضروب في رجليه بالطوب. أيوة. يبقى اكيد الداخليه الصلمه هي اللي ضربته بالطوب الحي في رجليه. لا لا حرام عليك حرام. الضرب ما كانش جاي من ناحيه الداخليه، الضرب كان جاي من ورا. يبقى اكيد الداخليه الصلمه لفت من ورا ضربته وراحت رجعت تاني. الداخليه. ايوه بلطجيه. والله الداخليه بلطجيه. بلطجيه. ايوه كده بالظبط. والنبي كده يا ابني عشان الكذب. أيوة. استعنا على الشاه بالله. ايوه احنا قناه الجزيره. ها ركزوا معايا. الجزيره. اه اللي هو بتاع احمد السقا وهند صبري. احمد السقا الجزء الثاني بيصور دلوقتي. هو في جزء ثاني؟ ايوه. ده فين ده؟ انتوا مش جزيره الفيلم؟ لا احنا جزيره القناه. قناه الجزيره. الجزيره المباشر مصر. ايوه ايوه صح. ده مستنيكم. ايوه ممكن اشوف شغل بقى حضرتك؟ اتفضل سيادتك. اتفضل يا استاذه. واحنا ماشيين وبمنتهى الصدفه لقينا مواطن مصري بيشتم في الداخليه. انا سمعت حضرتك وانت بتشتم في الداخليه وده معناه انك وطني جدا. اتعرف باسم حضرتك؟ عز را. ايه؟ عز را. ايه مطالب حضرتك يا استاذ عز؟ حضرتك عيش وحريه وكده وبتاع. لا معلش سوري انا مش فاهمه يعني ايه كده وبتاع.
عيش وحريه وكده يعني. ما هي اصل الحكايه ما كانتش كده، اصل الحكايه كان في ناس بره كده يعني حبوا يخشوا في الموضوع وكده، قال لك مش معقوله هنسيب البلد دي كده، لازم نخليها كده وكده وكده، فبعتوا ناس كده وراحوا جم ناس تانيين كده ركبوا كده، واخده بالك؟ لكن الناس اللي كانوا موجودين كده ما كانوش شايفينها كده، وراحوا دول الناس دول كده والناس دول كده، بقى دول كده يضربوا في دول كده ودول كده يضربوا في دول كده اهو، لغايه اما جالهم راجل كده قال لهم ايه انتوا فاكرينها انها هتبقى كده؟ لا ده انتوا في عينينا وكده. راحوا 30 مليون بقى نزلوا وكده بقى وقالوا ايه وكده وبتاع، لكن بعد كده ما بقاش دول كده ولا دول كده، وان شاء الله اللي كده هيرجعوا مكان ما كانوا كده باذن الله. استاذ عز انا ما فهمتش من حضرتك حاجه، بس واضح انك وطني وكده. والله ولا انا فاهم. ميرسي جدا. ميرسي جدا للساده المشاهدين، وزي ما انتم عارفين دايما ان قناه لو سمحتي بس، هو انتوا قناه الجزيره؟ ايوه. امال قناه التت يبقى شكلها ايه؟ بتقول ايه؟ يعني انا بقول لمعاليكي انا عايز خدمه صغيره منك. انا امي بتغسل كل يومين، فبناشد اصحاب القلوب الرحيمه لو يعرفوا مسحوق رخيص متبهدلين مصاريف. والله شكرا. ميرسي جدا لسادة المشاهدين، وزي ما انتم عارفين دايما ان الجزيره بتهتم بالراي والراي نفسه. يلا باي باي. باي باي. باي باي. مع السلامة. مع السلامة. ايه؟ مشي؟ بجد؟ الرئيس مشي؟ انت بتتكلم؟ الرئيس مشي؟ انت مجنون في مصر؟ الرئيس مشي؟ الرئيس مشي؟ ايوه. انتوا ليه فرحانين ان الرئيس مشي؟ هو كان مشلول. تتري بنت التيه. بص تتري بنت التيه. بص تتري بنت التيه. بص تتري بنت التيه. بص تتري بنت التيه. اسرائيل. بص تتري بنت التيه. اسرائيل. بص تتري بنت التيه. اسرائيل. 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 ازاي انت ماسك علم اسرائيل؟ هو انت قطري؟ لا ده انا ماسك العلم ده عشان اولع فيه. عزرا ياكوف اثبت مكانك. ياكوف. عزرا ياكوف. ايه ده انت عرفتني؟ اه طبعا عرفتك. الحمد لله اخيرا حد عرفني. وقعت يا عزرا. مش انت المصاب؟ انا المقدم سليمان عيد. ده طالع بمنظرين، واحد بشعر وواحد من غير. ربك قادر. ايوه حضرتك عرفتني يعني الحمد لله. احنا راضيين كل تحركاتك من ساعه ما كنت في الموساد يا عزرا. ايه ده؟ هو عارف كمان ان انا كنت في الموساد؟ والله حتى في اسرائيل ما كانش حد مصدق ان انا في الموساد، وهنا الناس اللي حواليا كله بيقول لحد موساد موساد، ما حدش مصدقني. ايه ده؟ انا مصدقك. بأمارة ماما كانت ترقص هناك. انت شفتها وهي بترقص؟ بترقص كده. بس يا عزرا انا مش عايزك تحاول تفكر ان في اي حد من اللي كانوا معاك حواليك، كله خلاص اتقبض عليه. ايه ده؟ وحتى بنيامين خمسه اللي هو رئيس الموساد اتمسك عند طلعت حرب بأمارة ما بيقول كلايت. انت على طول كده اهو، على طول كده اهو، مصر هيبقى كعبها عالي على اسرائيل كده. وبعدين بقى مفيش خطه نعملها لما تبوظوها لنا. المخابرات المصريه مفتحه عينيها كويس قوي يا عزرا، ومصحصحه كويس قوي، واحنا عارفين ومتاكدين ان انتوا دول زيكم كتير استغلتوا الثوره اللي عندنا هنا وبعتوا عيونكم واعوانكم. تمام. بس احنا كمان عارفين ومتاكدين ان 99% من اللي نزلوا الميدان والثوره كانوا عايزين الاحسن لبلدهم، ودلوقتي انت مقبوض عليك يا عزرا.